بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلقت الشوط الثاني للخيل العربية الأصيلة المبتدئة والفائزة بسباق الدرجة الخامسة لمسافة 1400 متر بمشاركة 6 جيال جدل في الصدارة رقم 5 مع المدرب أحمد قبيسي ملكسي سعيد بن مبارك جفال نعيمي والخيال إيفان روسي. المحاولة تأتي من الجهة الخارجية من ملكة مع المدرب محمد سلامة عاشور ملك الشيخ أحمد بن محمد بن فالح الفاني والخيال جيفرسون سميث. مركز الثالث نشاهد وإياكم الشعار الأزرق الآن التقدم من خلال مسندم مع السادة مربط الشحانية والمدرب رودي أندري النيربون والخيال توماس لوكاسك. المركز الرابع بروك مع السيد محمد بن فهد العطية والمدرب محمد الغزالي والخيال أرنولد لوبي. المركز الخامس نشاهد حاجي رقم 1 مع الشيخ أحمد بن محمد بن فالح الثاني. الجيال تقترب من المنعطف الأخير، ملكة في الصدارة سلالة المرتجز، محاولات من المسجل في المركز الثاني، المركز الثالث جدل، المركز الرابع رقم 4 بروك، المركز الخامس مشاهدة هنا لحاجي وأيضا محاولات من الجهة الخارجية. لازلنا مع ملكة في الصدارة والمركز الأول، محاولات أيضا قوية من مسندم وبروغ ومتابعة في هذا الشوط، ثلاثة أو أربع جياد محاولات التقدم مع ملكة في الصدارة، ولكن تأتي المحاولات من بروغ من الجهة الخارجية للسيد محمد بن فهد العطية، محاولات مع ملكة حتى الآن إلى المركز الأول والصدارة، ولكن هنا بروغ والتقدم إلى المركز الأول وصدارة الشوط. إذا بروغ إلى الصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، شاهد للشوط الثاني وبروغ تحل في صدارة الشوط الثاني. إذن النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين للشوط الثاني، المركز الأول والصدارة رقم 4 بروك مع المدرب محمد الغزالي ملك السيد محمد بن فهد بن عبد الله العطية والخيال أرلو دولوبين. المركز الثاني رقم 6 في هذا الشوط، ملكة من تدريب محمد سلامة عاشور ملك الشيخ أحمد بن محمد بن فالح بن ناصر الثاني والخيال جيفرسون سميث. المركز الثالث رقم 2 في هذا الشوط بسنده مع المدرب رودي أندري نيربون ملك السادة مربط الشحانية والخيال توماس لوكسك. رابعا في هذا الشوط رقم 5 جدل مع المدرب أحمد قبيسي ملك السيد سعيد بن مبارك الجفال النعيمي والخيال إيفان روسي. وأخيرا في المركز الخامس رقم 3 الملهوف مع المدرب عبد الرحمن عبد الواحد ملك السادة أبناء سالف أدغم عامر الهاجري والخيال جوزيفي كولترارو. ألف مبروك لجميع الفائزين، وننتظر وإياكم 5 أشواط أخرى متبقية، فكل التوفيق لجميع المشاركين. Official result for race number 2. In first place, horse number 4, Brug, owned by Mr. Mohammed bin Fahad Alatia, ridden by Arnaud de Lapine. In second place, horse number 6, Malika, owned by Sheikh Ahmed bin Mohammed Al-Thani and ridden by Jefferson Smith. In third place, horse number 2, Musandam, owned by Al Shahania Stud, ridden by Thomas Lukasik. In fourth place, horse number 5, Jadal, owned by Mr. Said bin Mubarak Al Naimi and ridden by Ivan Rossi. And in fifth place, horse number 3, Al Malhouf, owned by Mr. Salim Fadgam Al Hajri and Sons, ridden by Giuseppe Coltraro.